بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 133. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا في الحلقة الماضية عند قول الشيخ رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله. ثم قال هنا: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهية أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام من تتمة ما سبق في الحلقة التي قبل هذه، من كلام من على قوله تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أشكلت عليه هذه الآية فقال: لسنا نعبدهم. فهم رضي الله عنه أن العبادة هي الركوع والسجود مثلا لهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم من ذلك، يدخل فيها الطاعة، طاعة الأوامر وترك النواهي، يدخل ذلك في العبادة، لأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع وهو الذي يحلل ويحرم، هذا من حقه سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأحكام الشرعية حق لله سبحانه، هو الذي يحلل ويحرم ويبيح ويأمر وينهى، وإنما علينا الطاعة والاتباع. فمن تدخل في هذا الأصل وصار يحلل ويحرم من عنده فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن أطاعهم واتبعهم فهم على قسمين. على كل حال، طاعتهم واتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا ممنوع، لكن هم ينقسمون إلى قسمين:
إما أن يعلموا أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأقروهم على ذلك واتبعوهم، فهذا كفر بالله، شرك أكبر يخرج من الملة. الحالة الثانية أن لا يعلموا أنهم أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، بل أحسنوا بهم الظن فاتبعوهم من باب التقليد، فهذا يعتبر من الضلال ومن الخطأ الكبير، لأن الواجب أنك لا تتبع أحدا حتى تعرف، لا تتبع أحدا في التحليل والتحريم حتى تعرف مستنده من الكتاب والسنة. فإذن يكون من اتبعهم في هذه الحالة عن جهل يكون مقصرا في هذا الأمر، حيث لم يبحث عن مستند هؤلاء. ثم أيضا قد يكون الذي أحل أو حرم معذورا، وكذلك من اتبعه يكون معذورا، وذلك إذا اجتهد فيما في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، وذلك بالاستنباط من الأدلة الشرعية، فهذا مجال مفتوح للعلماء. فمنهم من يجتهد ويصيب الحق، ومنهم من يجتهد ويخطئ الحق، وكلاهما معذور ومأجور. فالذي أصاب الحق مأجور مرتين، والذي أخطأ الحق بعد الاجتهاد هذا مأجور مرة واحدة، وهو معذور. الحمد لله. ولكن هذا إنما يكون في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد، أما مسائل العقيدة وأمور التحليل والتحريم فهذه ليست مجال اجتهاد، لأن هذه من أصول العقيدة، وهي من حق الله سبحانه وتعالى. ولكن العالم يجتهد في مجال الاجتهاد متحريا للحق، وبقصد أن يتبع ما أحل الله وما حرم الله، لكنه قد يصيب وقد يخطئ. وكذلك من قلده في هذا وهو لا يعلم أنه أخطأ، والتقليد إنما يكون للعوام، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، تقليد إنما يكون للعوام. نعم. وأما طالب العلم المتمكن والعالم الراسخ فهؤلاء لا يسوغ لهم التقليد، عليهم أن يبحثوا، لأن عندهم القدرة على معرفة الحق بأنفسهم، فهم غير معذورين إذا قصروا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم. نعم، الله عاب على المشركين أمرين. الأمر الأول أنهم أشركوا به وعبدوا معه غيره مما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة. الله جل وعلا إنما أقام السلطان والبراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأبطل عبودية ما أبطل عبادة ما سواه، وهذا في آيات كثيرة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شركاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله لا يعلم أن له شريكا في السماوات والأرض، وما لا يعلمه الله فهو مستحيل، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء. ولذلك فإنه نهى أن يعبد معه غيره من خلقه، لأن الله خالق وما سواه مخلوق ولا يجوز أن يعبد المخلوق
مع الخالق سبحانه وتعالى، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ والله تحدى المشركين مع آلهتهم أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وتحداهم في أن يبينوا ما خلقه شركاؤهم في السماوات والأرض. فالله سبحانه أروني ماذا خلقوا، قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض. فالله جل وعلا تحداهم في هذا، فله الخلق، وإذا كان له الخلق فله الأمر أيضا، بأن يأمر وينهى ويحل ويحرم ويوجب ويمنع، هذا من حقه سبحانه وتعالى. ليس من حق أحد أن يشرع لنفسه ويشرع للناس ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالمشركون أصيبوا بهاتين الجريمتين، الإشراك بالله عز وجل وما ليس لهم به حجة ولا برهان، وإنما البرهان والحجة على خلاف ما يقولون، والأمر الثاني أنهم تدخلوا في التشريع تحليل والتحريم، فجعلوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم ومن عند طواغيتهم ومتبوعيهم، فالله عابهم على هذين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم، هذا حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، رضي الله عنه، وهو حديث قدسي أن الله جل وعلا قال: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن وحرمت عليهم ما أحللت، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي قال عن دينهم. نعم، فاجتالتهم الشياطين أو اجتالتهم الشياطين عن دينهم. عن دينهم. نعم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخر الحديث. نعم. فهذا الحديث القدسي يبين أن الله جل وعلا خلق عباده حنفاء، يعني موحدين. الأصل في الإنسان توحيد. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأصل في الإنسان التوحيد، لأن الله خلقه هكذا قابلا للتوحيد معترفا به في فطرته. نعم. في فطرته لو سلمت، ولكنها غيرت بعد ذلك، غيرتها شياطين الإنس والجن وبدلت صلاحيتها بالفساد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو أصله أنه موحد، لو ترك لقبل الحق واتبع الرسل بفطرته، ولكن لما غيرت فطرته فسدت، فصار يقبل الباطل ويقبل الشرك، لأنه لم يبق له فطرة سليمة بما غيرتها من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى الشرك ويدعون إلى البدع والمحدثات. فهذا تغيير طارئ على الفطرة، والخلقة قد تتغير، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير، الإنسان يتغير بالبيئة التي يعيشها والتربية التي يتربى عليها، ومن ثم يجب على الآباء أن يلاحظوا هذا، أن يحافظوا على فطر أولادهم وأن يبادروهم
بالأمر بعبادة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والتربية الحسنة لها دور كبير في صلاح الذرية، كما أن التربية السيئة بالعكس. ولهذا يقول: أمر الله الولد أن يقول حينما يكبر والداه، أمره أن يبر بهما وأن يدعو لهما، فيقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالتربية لها دور عظيم للمحافظة على فطر الأولاد لتبقى سليمة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشاة تولد جمعة ليس فيها جدعة، يعني كاملة بآذانها وقرونها، ولكنكم تجدعونها، يعني الناس يغيرونها فيما بعد، فيقطعون أذنها أو من أذنها ويقطعون قرنها أو يكسرونه، فهذا تغيير يكون من الناس. فدل هذا على أن الأصل في الإنسان التوحيد، وأنه يولد مفطورا عليه. ولهذا لا يؤمر عند البلوغ إلا بأن يشهد لا يؤمر عند البلوغ إلا بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ما يؤمر بأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا فيه من الفطرة ومن الأصل. فليس إذا بلغ الغلام يقال له: تعال اشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لتدخل في الإسلام. هو في الإسلام من الأصل، هذا بفطرته، فهو يعرف هذا ولا يحتاج إلى أنه يؤمر به، وإنما يؤمر بأداء ما يقتضيه وهو العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يغلط علماء الكلام الذين يقولون لا بد للإنسان إذا بلغ يبحث وينظر في الآيات ثم بعد ذلك يثبت وجود الله عز وجل، ينظر في الآيات ويستدل حتى يثبت وجود الله عز وجل، يعني كأنه ولد ليس له فطرة ولا يعرف شيئا بفطرته، فيحتاج إلى النظر والاستدلال كما يقولون. أهل السنة والجماعة يقولون بموجب الأدلة أن الإنسان ولد مفطورا على التوحيد، فلا يحتاج إلى بحث واستدلال، وإنما يؤمر بالعبادة إذا بلغ أو قارب البلوغ أو حتى في سن التمييز، من أجل أن يتربى على العبادة ويحافظ على فطرته التي فطره الله عليها. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني موحدين. نعم. فاجتالتهم الشياطين وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم الشياطين عن دينهم، يعني صرفتهم عن فطرتهم السليمة وأفسدت الفطرة وزرعت فيها الشك والشرك والشهوات المحرمة والفساد، فغيرتها. ولذلك قال جل وعلا: لا تبديل لخلق الله. فلا يمكن أن الإنسان يولد على غير الفطرة، ولا أحد يغير هذا، لكن التغيير يأتي فيما بعد. لا تبديل لخلق الله، وإنما التبديل يكون للمخلوق لا للخلق، وفرق بينهما. فالله يخلق على الفطرة، ولا أحد يغير هذا المسار أبدا، وإنما التغيير للمخلوق وهو المولود، فإنه يغير فيما بعد ذلك. من الذي يغيره؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال. وفي مقدمة الشياطين الوالدان الكافران والوالدان الفاسدان، فإنهما في مقدمة شياطين الإنس. الله المستعان. يربون أولادهم على الرذيلة وعلى الأخلاق السيئة وعلى الدين الباطل وعلى تضييع الصلاة وغير ذلك. نعم، قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم. نعم، هذا الشيء الثاني. الشيء الأول أنهم غيروا توحيدهم إلى الشرك، والشيء الثاني أنهم
يتدخلوا في الأحكام، فأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا لهم ما أحل الله. فالضلال من هذين الأمرين، إما بالشرك وإما بالتحليل والتحريم. نعم. وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا، يعني أمرتهم الشياطين أن يشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، لأن الحجة والبرهان على التوحيد. وأما الشرك فليس له دليل أبدا، لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة، بل كل هذه الأمور الثلاثة تنهى عن الشرك. نعم. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها. لو شاء الله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، من شيء. هذا في سورة الأنعام. في سورة النحل قال تعالى: وقال الذين أشركوا. في سورة الأنعام سيقول، يعني في المستقبل، ثم وقع عند نزول سورة النحل، ولذلك قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقد اختلف العلماء في توجيه هاتين الآيتين، هل معناه أنهم يحتجون بالقدر ويقولون نحن مجبورون على الكفر وعلى الشرك، ما لنا حيلة لأن الله خلقنا، وهذا كذب على الله، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لم يجبرهم بل جعل لهم الاختيار والمشيئة والعقل الذي يميزون به بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد وبين الهدى والضلال. فالله لم يجبرهم ولم يجعلهم كالجمادات التي لا اختيار لها ولا عقول ولا سمع ولا بصر، بل هو أعطاهم وزودهم من الحواس التي يدركون بها الحق من الباطل ويعرفون بها الهدى من الضلال. فهو لم يجبرهم. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا، يعني أن الله رضي عن فعلنا هذا، ولو لم يرضى لمنعنا من هذا الشيء، لمنعنا من هذا الشيء. فهذا نحن نطيع الله، نطيع الله عز وجل، إذا لم نطع شرعه فقد أطعنا قدره، يقولون كذا، إذا لم نطع شرعه فقد أطعنا قدره، فنحن مطيعون لله لأننا فعلنا ما قدره الله علينا، ولو شاء لمنعنا من ذلك. رد الله عليهم بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك وأرسل الرسل لإنكار هذا الشرك وأمرهم بعبادة الله عز وجل. فالحاصل ومراد الشيخ من إيراد هذه الآية أن الضلال يحصل بأمرين، إما بالشرك وإما بتحريم ما أحل الله. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها. فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها. نعم. قال: والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها. نعم، الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله، يعني لم يشرعها، لم يأذن الله بها يعني لم يشرعها، سواء كانت في التوحيد أو في التحليل والتحريم، فإن هذا لا بد فيه من إذن الله، أي تشريعه وأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله. منهم من عبد غير الله وهو يعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هذا المعبود لا يملك شيئا، وإنما يقول هو شفيع لي عند الله وهو يقربني إلى الله
زلفى، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن ذلك وسماه شركا، سماه شركا. وهم إنما يريدون الوساطة والوسيلة إلى الله بزعمهم، وإلا فهم يعلمون أن هذه لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. وهذا نفس الشيء عند القبوريين اليوم، إذا قيل لهم هذا شرك، دعاؤكم للأموات واستغاثتكم بالأموات هذا شرك، يقولون نحن نعلم أن الله، أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، وأن الأمر لله، وإنما نريد منهم الشفاعة فقط. فيعبدونهم من دون الله، يريدون منهم الشفاعة عند الله عز وجل، وهذا باطل. فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية من هذا الباب، من باب التوسل ومن باب طلب الشفاعة، وكل هذه أمور لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.